طيب نكمل في الكاونتين والبروبابيليتي في هذا الشابتر. هذا ممكن نكرر كاونتين بيننس اوف ديسجوينت سيتس اللي هي اللي بدنا ناخذ بمعنى اخر الاديشنال او الاديشن رول. المحاضره خفيفه قصيره مش طويله خفيفه. هي على فكره بعد ما اخذنا البوسيبيليتي تريز كان فيها شوي تكنيكال، والتكنيكال الاكثر بيجي كمان هون. هاي محاضره كثير خفيفه ومسليه. طيب نيجي نقول انه اقول اللي بدنا ناخذ محاضره انه بدنا نعد مرات بدنا نعد اشياء ممكن نقسمها لمجموعات، وبالتالي بدنا نعرف كيف نعد هاي المجموعات. يعني لو بدي اعد كل الطلاب والطالبات بيطلع مظبوط عشان هم هذول التو سيتس اليونيون تبعهم بيطلع، وعشان هم ديس جوينت بيطلع اليونيون، بقول يعني مجموعة الطلاب ومجموعة الطالبات عدد 2 زائد بيطلع. بس مرات في اوفرلاب بين السيتس في بينها اوفرلاب زي كل الموظفين، عدد الموظفين وعدد الطلاب. بس عشان في موظفين طلاب هون بتختلف العدد. وبنتعامل مع الانترسكشن كمان. فحن ناخذه كيف نعيد، بس كيف عم نشوف الشيء مجموعات. طيب هاي كلها بتمشي على رول واحد اللي اسمها الاديشن رول. اوكي، فاحنا اليوم نتعلم كيف نعد كيف الاديشن. فلو جيت قلت عدد الطلاب بالصف هو عدد الطالبات، عدد البنات وعدد الاولاد اللي بالصف او الصبايا بالشكل كذي بيطلع لي مثلا ثلاثة نجوم. مين؟ الاديشن رول شو بتقول؟ انه سبوز انه في عندنا فاينايت سيت A equals the union of K distinct elements A، عندنا اللي هم A مجموعة يونيون فيها distinct elements، يعني sorry distinct majority disjoint subsets of A1 A2 A3. يعني ايه بمعنى اخر؟ اذا السيتس disjoint يعني فيش فيهم عنصر واحد مشترك. يعني هون في عنصر مشترك؟ لا، قولوا لي اذا في ايش؟ بدور طيب بتصير فاذا السيتس انا مزح هيك مش عم بتذكر انا ايش بحكي، مش عشان امزح. انه شو يعني؟ انه يكون عنصر واحد مشترك. انا بدي اعد، مش بدي اعد، انا بدي اعد مجموعه طلاب. رحت كولد، رحت قسمت المجموعة على مجموعتين، كنت مجموعة الصبايا ومجموعة الشباب. بهاي الحالة الأديشن رول بتشتغل، بتقول المجموع هاي بيساوي المجموع عدد المجموعة الأولى وعدد المجموعة الثانية. بس كمان مرة بالأحمر إنهم هذول مجموعي disjoint subsets. يعني ما فيش شيء ولا عنصر بينهم مشترك. إذا في هذا هو بطل تشتغل بالطريقة هذه، بصير بدها تعديل. اتفقنا؟ طيب ناخذ اكسرسايز. في عندنا باسورد، بدنا نكون نعمل باسورد كونسيست اوف فور، يعني الباسورد ممكن تكون 1 لتر اور 2 لترز اور 3 لترز ومن A ل Z. How many passwords are possible؟ 26 هو 2 او 3 او 26 هو 1 او 26 هو 1. يعني كم يعني؟ مجموع يعني باختصار بناخذ الباسوردز. يعني هون شو سوينا عشان نطبق الاديشنال رول؟ قسمنا المجموعه اللي ما عندنا لثلاث اقسام. كنا هاي المجموعه اللي طولها 1 وهاي اللي طولها 2 وهاي اللي طولها 3، هاي تطلع 26 هو 26 ل
ليش؟ لانه 26 كاركتر، وهاي 26 قوة 2، وهاي 26 قوة 3، مجموعهم هو مجموع على الباسورد الممكن، مضبوط؟ هاي بيطلع 18200 مش عارف قد ايش. ليه نفس الضرب يعني؟ ليش نفس الضرب؟ طب كيف لو ضربنا 26 26 26 هذا عدد الباسورد الممكن؟ لا القصد الاحتمالية، شو الاحتمالية؟ انه 26 قوة 3 بس بقول لك هاو ماني، ما قلتلكش احتمالية هاو ماني، لكن قديش مجموع الباسوردز اللي بتقدر تعمل؟ كم واحد هيك؟ مجموع كل طولهم واحد زائد يعني قديش باسورد طولها واحد؟ 26 معي؟ طيب كم واحد كم باسورد قوة 2؟ 26 في 26 كم باسورد طولها 3؟ طبعا من 20000 26 قوة فمجموعهم طيب بالمناسبة كم كلمة بقدر أكون باللغة العربية؟ قديش الحرف العربية؟ 28 كم كلمة بقدر أكون؟ 28 حسب كم حرف؟ حسب أول شيء هات النتفة قديش أطول كلمة؟ 28 حرف أطول كلمة 7 أنا بعرف أطول كلمة فسا يا لا 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 احنا هون لا سؤالي لسه ما لهاش معنى بس نفترض انه اطول جدل نفترض جدل انه اطول كلمه من اللغه العربيه 12 حرف 12 معناته 26 28 زائد 28 ما بعرف قديش لازم نفترض انه 12 معناته 28 طلع بدي اقولها بسرعه وبعدين تفكروا فيها أول شيء أقصر كلمة أيوة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 هاي أول شيء مجموع ما دام 12 معناته مجموع الكلمات اللي طولهم أول شيء حرف واحد كم بيجوا؟ 28 هاي حرف واحد بيجوا 28 اللي طولهم حرفين 28 ترمي معناته هذا كمل 28 تربية زائد 28 تكريم زائد 28 تكريم لحد 28 12 لحد 28 قوة 12 هذول شو هم؟ كلمات الورد مش كلمات هذول مش كلمات الورد هذول تعال الكلمات اللي ممكن نكونها اول بوسيبيليتيز من الاحرف العربية استاذ بس مثلا 28 تكعيب مثلا انه حرف نفسه ضربت مره ممكن تكون احد احتمالات فمثلا يعني حط جنب بعض يعني قصدك تقول انا اجى عندي قصدك تقول كيف؟ بس ممكن ها؟ خ خ يلا خليني هيك كلمه خليني هيك كلمه ها؟ هيك خليني هيك كلمه فهمت عليك انه بيجيش كثير كلمات تجيش يعني انه يكون مزبوط بس انا ما كلامك صح ما هو عشان هيك اذا احنا مش ناخذين المعنى عادي ممكن احط الحرف نفسه جنب بعض 28 بس فبحط 28 صح بس احنا 12 حرف مالهمش معنى يعني انا قلت انه ما قلتش انه هاي الكلمات اللي بتنتج انه لها معنى ولا وعشان عشان ما لهاش معنى عادي احتمال طول 22 انا قلت افترضوا جدلا انهم 12 افترضوا جدلا انه اطول كلمه 12 بس فيش تكرار صحيح كرر ايش؟ يعني كرر حرفين ورا بعض شد شو عباره عن هرجه؟ اول شيء الشد حرفين غيره فصالح بنحكي في شد ها؟ وحرفين جنب بعض شد انا كنت بركز قلت انا بدي اعمل كلمات مش شرط كلها معنى وعلى فكره ليش اضيف عليه انا مش 28 حرف لكن
بتضيف عليه كمان حركات الحركات. انا بس عشان اوضح الشد حركه بس عشان اوضح مش بس الشد بدك تضيف الحركات عليه بس عشان اوضح لكم انه شو يعني كيف نعد انت علي بس مزبوط يعني يعني ممكن تحط انت هلا تحط رول ثاني تقول انه ما هو يكون بالكلمه مثلا ثلاث احرف او اكثر بجوز حرفين نسبة او ممنوع 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 فانت بتصير تحدد هذا شيء ثاني. طيب اخر تمرين ثاني لو عندي كلمات سوري عندي احرف من 100 ل 999 قديش رقم بيقسم على 5؟ يلا يعني ربط دليل عليه. ياخذ من 100 ل 995. شوف اخر رقم اول رقم قديش؟ كيف افكر بالمساله؟ حدا يفكر بسرعه. اول رقم بيقسم على 5. طيب. واخر رقم بيصير على 5. يعني 5 ياخذ 25 على المشكلة. ال 20 ناخذ على المشكلة الأول. اها. نبلش من 5. أنا قلت كم رقم بيقسم على 5؟ 199. الموضوع أبسط من هيك. الموضوع أبسط من هيك شباب. الموضوع أبسط من هيك. كم حرف كم رقم منهم آخره صفر؟ بالضبط صفر أو 5. كم؟ 79. 79؟ 179 رقم. 180. أول شيء كم رقم عدده بنت بصفر؟ ها؟ اللي هن مبدين هاي 100 طلعوا عليه 110 120 لا 990 صح؟ بعدين مستمر ل 999 كم رقم كان؟ يلا 1 2 3 90 100 صار 90 100 فيها 10 فيها 10 صفر 100 فيها بلشنا من 100 من 100 ل 200 يلا معلم ما حدش طلع لك معلم 10 ب 9 لا لا 100 110 120 130 كيف عدهم؟ 10 كيف عدهم؟ كل حدا معي يفكر وما يحكيش مرات الا يكون متاكد كيف عدهم؟ 1 ولا بقول 10 ضرب 9 10 ضرب 10 5 ضرب 20 كيف عدهم؟ 10 ضرب 10 10 اسوار ايش تقريبا كيف؟ هي دولة صفر ضرب 6 ضرب 10 هي بدك تجمع خلينا 6 ضرب 10 1 ضرب 10 20 ضرب 5 21 طب 5 20 رقم في المية 20 رقم 20 رقم خليها تمام 100 10 أنا مقصود اللي بنت هنا في صفر. نعم اللي بنت هو في صفر. لا صفر وخمسات. لا خلينا بالصفر هذا. 10 ها؟
حكيت من 100 ل 200 في كل 100 في 10 10 صفار في اللي هو من 100 ل 200 بيطلع 9 يعني 10 في 9 مش من 100 ل 200 من 100 ل 200 من 100 ل 900 من 100 ل 99 من 200 بتروح على الشقه الثانيه طيب في كل واحد 10 طيب طب كيف عديت مش هيك بدي سيستم نقدر نسوي انه في هذا بيقدر يحط لي ايش عنده بالطريقه هاي 10 في 9 هكيت 99 بتاخذ انا كمان 9 10 في 9 زائد 9 اه 10 في 9 طيب هي اصلا ثلاث الرقم الخانه الاولى لازم تكون صفر فبنعد انه كم تشويس بمنزله الاحاد اصلا دائما هاي صفر بنستفيد طيب بنعطيها على ننتقل على يعني 10 ضرب 1 ايه؟ اه 10 ضرب 2 بتستفيدها لانه هذا دائما صفر صح؟ مش دائما هذا صفر؟ احنا كنا بنت صفر طيب 10 ضرب 2 نقسم الرقم على 100 وبنجمع بعده اللي هو مثلا 100 تقسيم 100 نجمع انا بدي تعمل اندكس انا بدي تعمل اندكس طيب 100 تقسيم 100 110 تقسيم 100 فبصير عندنا اندكس واحد طيب استعملها 110 مجموعة الأحاد صفر مجموعة الأحاد مجموعة الأحاد أول خانة صفر في الخانة في الصف خانتين أيوة بضل صفر بضل صفر كل خانة بضل خانة واحدة هاي سوري هاي سوري هاي اثنين هاي ثلاثة مظبوط هاي واحدة 10 طلع هاي اثنين عمل الاندكس طلع بس عنها صح؟ أو إذا بنطلع حتى 10 10 11 12 13 لا 99 لا 99 من 10 ل 99 كيف من عندهم؟ 99 ناقص 10 زائد 1 قد ايه؟ 90 صح هلا إذا عندي بنبلش من 100 50 طيب 100 بديش على 110 انا 115 صح 100 25 شو اسوي الاحد من 5 نفس الشيء صح لعين لوين 915 ها عديتهم ها طلعوا من 10 برضه لا 99 بيطلع 90 يعني بيطلع 90 زائد 90 اول شيء في ارقام ديسجوي ايه سوري في ارقام اوفرلاب بين المجموعتين فيش معناته بيطلع 108 التفكيم الالف شو التفكيم فيش الف من 199 من 999 انت على طب استاذ ليه جمعتوا الصفر يعني 99 ولا ليه جمعتوا 89 ليه جمعتوا واحد رقم حضر كيف بنعد من اول من من محاضرة هذه المحاضره شرحنا ليش نجمع واحد ما احنا 9 ايش في 10 مش كان بس ما حكيت شيء من 100 ل 990 طلع عندي 10 11 12 99 كم رقم هذول؟ 99 بس مش بالاول ما اخذت عمل مشترك الخمسه لل 95 ساعتها بتطلع عندها 20 تقدر بس انا حبيت اقسم المساله بطريقه اللي نفس الجواب لانه هدفي هون مش اول شيء تعد داخل كل مجموعه في محاضرات سابقه ورجيتكم كيف تعد داخل كل مجموعه ها هون شو بس قسمت المساله طريقه
اني احطها مجموعتين دس جوانت وارجيك كيلو مجمع بس. ها ديفرنس رول، هي ديفرنس رول هي مشتقه من الاديشن. لو عندنا عدد طلاب بدون بلاء بدون صبايا هو يعني نعرف انه جامعه بير زيت مثلا في عندنا عدد الطلاب الكلي 10000 70% وفي عندنا عدد ال او سوري هاي بوينتس 6500 وعدد لا ونعرف انه عدد البنات 6000 قديش كده؟ 4000 فهمتوا كيف؟ بس كمان هاي كمان هاي نفس الشيء هاي بس بدكم تنتبهوا انه برضه هذول لازم يندوز جون اذا بندوز جون بيختلف كل الحسابات بركز عليكم انه اهم شيء تكون المجموعات دوز جون هاي لاحظوا لي بس على هاي طلعوا مجموعه ناقص المجموعه العدد النهائي بيساوي هاي عدد الاولى ناقص عدد الثاني هاي بتزبط مش دائما وين بتزبط بس بالدس جون طيب ناخذ مثال لو عندنا بين بوت بين نمبر يعني زي رقم هون معمولة من أربع أحرف أو من أربع سيمبلز أربع ديجيتس من 26 رقم وإيش؟ 26 حرف و10 أرقام وإذا ريبيتيشن ألا هاو ماني بين كونتين ريبيتد سيمبلز اللي هي 26 زائد 10 كوب سوينا هذا المثال ها قديش طلعوا؟ 6 وإذا ريبيتيشن ألا 36 أس 4 قديش كان الرقم؟ مليون و600 ألف لا مليون و600 مليون و600 صح؟ تتذكروا مليون و6 يعني 1.6 مليون وإذا كان الريبيتيشن مش ألاو كان قديش 1.4 هيك بتذكر ها؟ طيب هسه السؤال اللي بدون ريبيتيشن قديش؟ 1.4 وكلهم 1.6 كده بيطلع؟ كده بيطلع؟ اللي بيضل ليش؟ لانه مجموعة كل الارقام هي ايكوال لمجموعة اللي بدون ريبيتيشن واللي بدون ريبيتيشن واللي بدون ريبيتيشن وبدون ريبيتيشن فيش بينهم ولا عنصر مشترك فببدأ شو اساوي؟ انقص طيب إذا بهذا بدنا نشوف احتمال، وات إز ذا بروبابيليتي إذا راندوملي تشوزن بين كونتينز ريبيتد سيمبل؟ رقم إيش؟ 200,000 على 1.6 نفترض 200,000 على أها 200,000 على 1.4 ل 1.6 6 طبعا يساوي اكثر مشكلة ليه؟ مظبوط؟ مليون تطلع تطلع هاي الحالة تطلع قد ايه؟ 15% شو رايكم؟ في حل ثاني؟ في هلا هاي هذا احد الحلول الحل الثاني نقص اللي مش متكررات واحد نقص الجول ايوه كديش عدد الحل الثاني اللي هو واحد اللي هو الحل الثاني هاي بتساوي واحد ناقص 1.4 على 1.6 مضبوط ولا لا؟ هاي حل وهاي حل وصلت؟ ها؟ واحد ناقص 84% برضه بتساوي 5% مضبوط ولا لا؟ في حدا مش فاهم؟ ناخذ يعني بمعنى اخر شو بدنا نقول؟
انه اذا في عندنا اس هذا للبروبابيلتيز اللي هي سبيس فاينايت سامبل سبيس، وفي عندنا اي اللي هي الايفنت اللي بتصير في السبيس، ذن بروبابيلتي تبع كومبلمنت الاي. هاي على فكره كومبلمنت مش كومبلمنت بالمعنى الكومبلمنت اللي يعني ايش هذا الكومبلمنت هون؟ مش معقول. متممة. اوكي متممة اكثر منها اوكي. يعني مش النفي تبعها، المتممة. هو واحد ناقص احتمال ايه؟ ليه؟ طيب هلا ناخذ الانكلوجن والاكسكلوجن. لحد هلا كان كل حكينا عن ايش؟ كيف نعد؟ كيف نعد؟ disjoints. وهلا شنو اخذ؟ كيف نعد؟ مش disjoints. اشي في overlap. يعني لو عندي مجموعه وعندي مجموعه، قلت لك قديش عدد اليونيون اللي فيهم؟ قديش عدد اليونيون اللي فيهم؟ اي زائد عدد A زائد عدد B صح؟ ناقص A ناقص ايش؟ ناقص عدد التقاطع، مش التقاطع، ناقص عدد. لأنه ما بقدرش أعدهم، يعني لو عديت، يعني لو عندي هاي المجموعة تخيل، يعني نفترض إنه عندنا 1000 موظف الجامعة، وعندي مجموعة ثانية فيها 10,000 طالب في الجامعة، بس في عدد معين. هلا اليونيون تبعهم قد ايه؟ لو قلت قد ايش عدد الطلاب وعدد الموظفين بالجامعة اليونيون؟ بقدرش اقول 11,000، بقدرش احكي. ليه؟ لانه في ناس عندهم مرتين. انو هم؟ اللي هم مساعدين اللي جايين هون، اللي هم طلاب وموظفين في نفس الوقت، صح؟ صح. هلا بدنا نشوف كيف نعد. هات نشوف قديش انتجا from 1 to 1000 are multiple of 3 or multiple of 5. نوجد اللي بنضربه بثلاث. قديش اللي بنضربه بثلاث؟ افترض انه اللي بنضربه بثلاث، كيف ندور عليهم؟ من واحد ل قد ايه عددهم؟ هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إلى 999 إلى 1000 صح؟ يا كيف كم واحدة؟ هاي واحدة هاي اثنين هاي ثلاث هذول اللي هي أجل هاي ثلاث ضرب واحد ثلاث ضرب اثنين ثلاث ضرب ثلاث وها 999 لما بيطلع عندي هون يعني من واحد هذا 15
30 45 ل 195 لا 195 بنشوف هاي تقول لا 190 طيب تطلع 15 ضرب 15 ضرب 100 ضرب 3 يلا 36 ضرب 66 إذا قديش طلع العدد هيك؟ 66 إذا شو الجواب؟ شو الجواب؟ 333 زائد 200 ناقص 66 بيطلع قديش الرقم؟ 467 شفتوا كيف ينعاد؟ هاي الحل اللي بده بتكون تمام How many integers from 1 to 1000 are neither multiple of 3 nor multiple of 5 extension او كونسيكونس من ايه؟ من الاديشنال رول ها؟ اذا اي وبي وسي ار فاينايت سيتس ذن عدد اي اتحاد بي شو بيساوي؟ عدد اي زائد عدد بي ناقص التكرار طيب والله شو رايكم؟ طب شو رايكم اذا هذا إذا فيها اثنين صح؟ ده احنا مجموعتين، طيب إذا عندنا ثلاث زي هاي على طلعوا على الكتاب ما يطلعوا عشان ما يستفيدوش منها لا حاولوا يفهموا مني هون اللي هم يعني عندنا ثلاث مجموعات هلا هات مخططها هون انا وياكم ثلاث مجموعات ها لو قلنا عدد ايه زائد عدد بي زائد ان زائد بي ان بي زائد ان سي ناقص جمعنا هلا بدنا نستثني ايش؟ ايه مظبوط؟ لان عديناها مره عديناها قبل شوي ما نستخدم هاي شيء نفترض انه هاي A B و C اللي هي A تقاطع B تقاطع B يعني عدد ناقص N A تقاطع B B ناقص ناقص برضه هلا بدنا نستخدمها تقاطع C صح؟ اي B تقاطع ناقص بي تقاطع سي ناقص نستخدم هلا هاي صح؟ اه اللي هي ايه تقاطع سي نجمع كلهم في اثنين ايه تقاطع سي تقاطع سي زائد ايه؟ تمارا زائد ايش؟ زائد رماد شو نسوي؟ شو سوينا؟ زائد ايه تقاطر بي تقاطر سي قصدك هاي؟ زائد ايه؟ انت جمعتي عدد اثنين بس
ليش بدنا نقصنا ثلاث مرات؟ لازم نعرف شيء. لازم نطرح بس مرة. هلا بنشوف واحد اثنين اللي هي عدد A تقاطع B تقاطع C. كيف عدد هالقصف يا جماعة حمار تاني؟ هلا أنا عندي هاي أول مرة جمعت هاي صح؟ طيب قلنا عدد هاي زائد عدد هاي أو شو صار عندي؟ صار عندي نهاية عدد مرتين كلها زائد عدد هاي شو صار عندي؟ يعني عدد هاي مع عدد هاي عديتها عديت هاي مرة هيك هسا لازم أقيمها لما عملت هاي عديتها هون يعني دلوقتي صرت عاد هاي أنا صار في عناصر هون انعدت مع اللي هون اللي هون عدوا كلهم فبدي أقيمهم بقيمهم في هاي أول واحدة جابت النهاية بعدين ها بي سي شالوا لنا هذول هاي المنطقة اللي عدينا وهاي دخلت كمان مرة هاي عديتها مرة واحدة زيادة مش مرتين مزبوط مرتين مش مرتين لا مرة واحدة مرة واحدة فمرة كيف يعني أنا هاي خصمتها برضه أخصم مرة مرة واضح خصمتها بس ليش برضه أخصمها مرة هلا خصمته في الـ A تقاطع B صح؟ هاي مرة راحت، بعدين خصمته مرتين في الـ B تقاطع C والـ A تقاطع C. مرة عديتها في الأول عشان تدخلتها أكثر من مرة. أنت عديتها أكثر من مرة. دخلتها أكثر من مرة يعني أكثر من مرتين. وأنا أول مرة دخلتها مرتين. طيب هلا هذا القانون إذا في مجموعتين وهذا إذا في اثنتين ثلاث. طب إذا في أربعة وخمسة وستة بتكون أنتوا شو تساووا؟ أنتوا تعملوا كذا شوفوا كيف؟ ليش أنا هذا الثيوري هاي ما كتبتهاش خليتنا نكتشف إحنا مع بعض؟ طيب يعني إذا بيجي الامتحان أربعة لحالكم ثلاث حلول هاي هاي نيجي نوخر هذا المثال اللي ما كانش داخل راسه هذا حكي هلا هذا أهم أستاذ عنده 50 طالب بالصف على سألهم أسئلة كلمهم بدي أشوف أنو منكم دارس بريكال مادة اسمها بريكال كولاس مادة اسمها كالكولاس مادة اسمها جبر اكتشف إنه عنده 30 طالب مادة بريكال كولاس 18 كدير مادين كالكولاس 26 مادين الجبر هلا في 9 مادين الثنتين كالكولاس وين بريكالكولاس في 16 مادين بريكالكولاس والجبر في 8 مادين الكالكولاس والجبر في 47 مادين على الأقل كورس منهم أول سؤال بدنا نسأل في عنا أربع أسئلة يعني. أول سؤال How many students didn't take any of the three courses? خمسين مع 47 ليه؟ لأنه هاي شو معناها؟ شو معناها؟ إنه أنا بقى عندي هاي ثلاث مجموعات هاي كل الطلاب 50 كل مجموعة هذول شو معناها كان؟ At least one of the three courses إنه واحد ولد على الأقل اللي ولد هول معناته في ناس ما ولدوش هون صح؟ يعني 47 50 ناقص 47 بيطلع عندنا ثلاث طلاب. طيب السؤال الثالث How many students took all the three courses؟ All the three. هاي تقاطع ولا امتحان ولا شو هاي؟ تقاطع تقاطع نعم هاي تقاطع أول شيء افهم السؤال تقاطع
يعني how many students took all three courses؟ معناته بدي أطول الطلاب نتيجة إنه يعني المجموعة اللي بدي أطولها من هون هو 100 الثلاثة مع بعض. طيب كيف عرفتها؟ كيف عرفتها؟ نحكي انه ايه اتحاد بي اتحاد سي القانون الحبتنا شو اسمه انت؟ اسرع ايه؟ اتحاد بي اتحاد بي اتحاد سي سالي بتساوي ايه؟ ايه؟ ايه بلس سوري هاي النمبر نمبر ايه؟ بتساوي النمبر اوف ايه زائد النمبر اوف بي زائد النمبر اوف سي ناقص نمبر اوف A تقاطر C B ناقص B تقاطر C ناقص A تقاطر C زائد number of A تقاطر B تقاطر C هاي اللي بديها الأخير بتفكير مع إسراء أنتم؟ هاي هي بديها طيب يلا يا اسراء هاي قديش عندنا هاي؟ 47 هاي عندنا 47 من قبل شوي بتساوي قديش عدد ايه؟ 30 زائد قديش؟ 18 26 ناقص قديش؟ اللي هم اللي معطيين A و B تسعة ناقص 16 أنا ماشي معك ناقص 8 زائد اللي بندور عليها A تقاطر B تقاطر C هاي إذا قديش هذول؟ 30 و 18 حدا يحسب المثالية بسرعة؟ 47 يعني اطلع عنا 40 47 يساوي زائد هذا الشيء اللي بدنا اياه 6 هاي شو بتطلع؟ 39 41 41 41 أنا بعرف إنه عليه صح فهاي شو بتطلع إذا؟ التقاطر بيطلع عدد الـ A اللي بيعطيه ثلاث كورسات 6 يساوي 6 صح؟ مشغول الحل مضبوط؟ ناخذين ثلاث كورسات مع بعض مضبوط هاي الحل الطريقة اتفقنا؟ صعبة بسرعة أستاذ الزورة بلشت بس الثلاث ايش هي؟ هي 50 ناقص 47 أول سؤال وين؟ وين سؤال؟ أول سؤال اللي مش بديه ولا كورس اللي هم اتحادهم كلهم ايه سوري سبعة واربعين اتحادهم كلهم الثلاث انه ولا واحد يعني في ثلاث طلاب مش بديهم ولا كورس يعني تقاطع بين جميع المجموعات مش يعني الفايل لا مش فايل ما انه ما الفايل طالب لا في احنا في عندنا 47 طالب في عندنا 50 طالب في 47 منهم ياخذ دارسين الثلاث واحد من الثلاث كورسات قال له في ثلاث مش دارسين ولا كورس دارسين كورس من الاتحاد متممة للاتحاد متممة للاتحاد بحاولش استعملها عشان متممة اوكي اذا بدك متممة الاتحاد هسه بحكي بشكل عام مش هذا السؤال لما نحكي بالمجموعات متممة دائما تنقص كون قديش العناصر لكل الدومين هذا هو بصير العالم قديش العناصر لكل الدومين 50 فعندي مجموعات كل اتحاد هاي المجموعات قديش؟ طب متممة 47
ثلاث ليش؟ لأن العالم 50 هاي معناته تم أستاذ أستاذ سؤال لو طلعت مني بدل 16 كنت جايبها كانت عندي 5 7 تطلع عندي سادة تطلع عندي الآخر 3 كرسيات سادة معناها ما فيش وقت لا سادة ما تسادش لا 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 مش مش بحط السؤال عشان يتعامل بصيرش ما هلا هاي من الواقع يعني بصير السؤال مش مضبوط يعني الواقع هو سؤال بعكس واقع بس ليش شو غلط فيه في الاحتلال مثلا 9 لاخر كم صحيح يعني هلا خذ هلا لو انا جيت عملت تكوين لو جيت قلت لك يا فايز انا عندي هاي المجموعه فيها 100 وهاي المجموعة قلت لك فيها 101 صفر شو بتقول لي؟ غلط شو بتقول لي؟ غلط شو الغلط بالضبط؟ شو ليه؟ لأنه بصيرش لازم هاي ممكن هاي تكون صفر بس مش ممكن هاي تكون لو هاي 100 اوكي تقول لي معناته فيش شيء بقول لك ماشي بس اذا 101 بالضبط فنكمل اسئله فكنا هذا الحل هاتوا شوف هذا السؤال How many students took pre-calculus and calculus but not Java? Pre-calculus و calculus بس شرط يعني ممنوع يكون لدي Java اللي هي 9 ناقص 6 طيب الحل كيف يصير؟ يلا اللي هي ايه تحت على فكره اوكي سفر سفر سؤال من نمبر 6 خليكم بعرف انا هون سبب الاغلاط اللي ممكن تطلع غلط بالعمل بركز على هاي النقطه اللي وعلى فكره اذا بنرسمها في الفن دايجرام بيطلع الموضوع اسهل ها بيطلع بالفن دايجرامز بتشوفوا الحل بس من هناك ترسم الفن دايجرامز السبب خلي تخيلاتك بجوز انا هسا بورجيك شيء فين دايجرام بال احنا بنرسم فين دايجرام كامل انا على فكره زيكم انا بكيت مخي كله فين دايجرام بس في حدا علمني انه بطل ارسم فين دايجرام بصير ابكي بصير ها اوكي بدكم فين دايجرام ها بس ما حط ما كملتوش كله فبس هي بس للتصور 30 اللي درسوا ايش بريكالكولس 26 جافا 18 كالكولس فانا تخرجوش تفكروا في النايم هلا انا شو اللي بدي اياه؟ طلاب اللي درسوا بريكالكولس وكالكولس طب ما جاب اللي التقاطع ما هي بريكالكولس وكالكولس ايه؟ اول شيء بريكالكولس تقاطع تقاطع ايش؟ كالكولس ناقص 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 ايش؟ ناقص تقاطعهم كلهم. شو قلت لك؟
مزبوط فايز؟ اه؟ شو هاي معناها؟ عدد المغذيين ريكالكولاس وكالكولاس ناقص مع مش الكل بتطلع هون طب ليش ناقص؟ مش الكل بتطلع هون معلش لما حابتنا كل اللي درسوا كالكولاس وريكالكولاس بس ما خدوش جابا معناته بيكون عدد طبعا لو جبتني على الانتجرام بتطلع بسرعه سهله بس الناس شو بعد الانتجرام طلعوا هون اللي هي عدد المادتين اثنين المادتين هذول بس مو في ناس مادتين المادتين هذول مادتين الجبل صح؟ نقيمهم او واحد منهم عن الجبل ايوه بدنا نقيمهم فشو بنقول؟ نقول عدد هاي تقاطع هاي بدنا نقيم هاي القطعه اللي غلط اللي هم الناس اللي مادتين هذول ومادتين الجبل اللي هم التقاطع تبعها هاي شيء قديش عددها؟ تسعة وهاي قبل شوي حسبناها ستة إذا قديش تساوي؟ طلعت مثلا سنة هلا؟ ها؟ نوخذ الآخر سؤال هذا حلو طيب آخر سؤال عدد الناس اللي اخذوا كالكولاس ريكالكولاس وايش؟ بس ما اخذوش جابا ولا كالكولاس عدد الناس اللي اخذوا ريكالكولاس طبعا من هلا هذول اوكي قديش عددهم؟ ناقص عدد الناس اللي اخذوا بريكالكولاس هلا بنقيم منهم الناس اللي اخذوا جابا وكالكولاس بس الناس اللي اخذوا جابا يعني 30 ناس اخذوا جابا بريكالكولاس هذا نطلعهم يلا ها عدد الناس اللي اخذوا بريكالكولاس 30 شو بنقيم منهم؟ اللي اخذوا كالكولاس وجابا لا على تقول اللي اخذ كالكولاس وجابا منهم يعني بدك تقيم منهم ايش انت؟ تقاطع البي مع السين ها؟ وبدك تقيم منهم تقاطع ها؟ صح؟ انا ما اشتغل بس ما حاسب اللي جوا اللي بالنص وبعدين عم تزيدها؟ المفروض يعني. طيب قديش هاي عددها؟ اللي قاعدين جابها؟ اللي قاعدين جابها؟ يعني عدد اللي قاعدين بريكال كلاس ناقص عدد اللي هم 30 16 ناقص قديش؟ 16 عدد ال 200 بريكالكولاس وجابا 16 16 بريكالكولاس وجابا هاي عدد المهدين بريكالكولاس تقاطع جابا ناقص 16 ثانية ناقص كمان؟ عدد المهدين 9 بريكالكولاس وكالكولاس 9 ناقص زائد عدد المهدين 3 اللي حسبناها قبل شوي شو بيطلع؟ ست شو بيطلع؟ 11 ها؟ 11 شو بيطلع؟ 11 مزبوط؟ حسبتوها؟ 11 نكمل 11 11 مزبوط
في شيء فيها شيء. وعلى فكرة كله بنعرف بس رتبنا أفكارنا. صح؟ في أي سؤال يا شباب؟ فيش أي سؤال ولا شيء؟ كله واضح 100%؟ ها؟ ها؟ أعطيكم العافية.